نجي على التفسير او التعليق. طبعا هو طلب من عندنا نعلق على النتائج، وطبعا هو اهم شيء انه نعلق على النتائج، لانه ارقام يعني اذا ما نفسرها ما صحيح. لازم نفسرها. شنو الرقم؟ انتربريتيشن، تفسير. فور دي 3 طبعا تعرفون السؤال هو يسأل عن عدد الحشرات في 14 مزرعه، فنوجد العشير الثالث طلع 152. لاحظوا هذا هو الفوق 152.5. عدد العشرات لا يجوز أن يكون بينه كسر، لأنه ماكو مثلا 52 حشرة ونصف، إما 52 أو 53 ممكن نقرب، أو حتى ممكن نلغي النصف ما يأثر، لأنه طبعا هنا إحنا ما عندنا التقريب، وإنما يعني ماكو حالة يعني لازم تكون عدد صحيح. فأنا قربت إلى 153 إنسكت حشرة. طبعا لاحظ نحاول نقرب إلى عدد صحيح لأنه لا يوجد نصف حشرة. طبيعي أيضا مثلا أحيانا التعامل مع المريض، التعامل مع مثلا على سبيل المثال حيوانات فئران، وهذه هاي كلها لازم تكون عدد صحيح. إنسان ماكو مثلا بيكسر. طبعا احنا دي ثلاثة ايش معناتها؟ العشير الثالث اللي ينطينا 30%، 30%. لاحظ then we say 30%، 30% of the farms، من المزارع، have number of insects، لها فيها عدد من الحشرات اقل من 153، less than، لاحظ less than 153. ال D5 قلنا ايش قد وجدناه؟ وجدناه 205. ايش معنى ال D5؟ العشير الخامس يعطينا 50%. لاحظ for D5 يساوي 205 insects. This means 50% of the farms have number of insects less than 205 حشرة. بالمناسبة D5 ايش يمثل؟ 50%. منو يعطينا 50%؟ الوسيط. تذكرون هاي ملاحظة صفحة 79 كتبت لكم D5 يمثل الربع الثاني، والوسيط طبعا Q2 اللي هو الوسيط، وكذلك يمثل المئين الخمسين. يعني انت اذا تحسب المئين الخمسين ايضا يطلع نفس الشيء، هم 205. اذا تحسب الوسيط يعني يطلع 205، بس اكو حالات القيم قريبه تطلع، بس اختلاف بالكسور. بس هذا لا يعني انه خطا، لانه العمليه كلها تقريبيه. لاحظوا هني this means 50% of the farms have number of insect less than 205 insect. notice بس لاحظوا هني الملاحظه هاي ذكرتوها ساعتها، يعني ولو أنا سابقا كنا وهت عليها. D5 represent the fifth decile، العشير الخامس، وهي أعتقد واضحة الآن، which give الذي يعطي 50% of the data below it، يعني أقل منه تحته، and 50% above it، و 50% أعلى منه. And this is what is done by the median، وهذا ما يعمل به أيضا بواسطة الوسيط. فنحن الآن نحن نقدر نحسب الوسيط ونقول D5 يساوي الوسيط Q2. فلاحظ هوني أنا حسبت الوسيط حتى أشوفكم النتيجة. So if we calculate the median ME، طبعا بما أنه عندنا 14 قيمة، و14 قيمة هو عدد زوجي، فالوسيط راح يساوي الوسط الحسابي للقيمتين الوسطيتين. لاحظ هوني xn على 2 زائدا xn على 2 زائد 1، الكل على 2. فلاحظ هوني x 14 على 2 زائدا x 14 على 2 زائد 1، يعني x 7 زائدا 7 زائد 1 8، x 8 على 2. اذا نجي لاحظ على البيانات، هاي البيانات لاحظ هاي 7 وزائد 8 على 2 205، وهو نفس النتيجة اللي حصلناها في D5.
لاحظاني ايضا هاي يعني كملاحظه، احيانا sometimes it happens يعني يحدث that ME الوسيط and D5 العشير الخامس in the raw data في حاله البيانات الخام يعني any group data are not exactly equal ليس بالضبط متساويين but they are approximately equal ولكنهم تقريبا متساويين. يعني لاحظ هوني بهذا المثال يعني طبقة النتيجة ME يساوي D5 بالضبط، بس أحيانا قد يجوز ما متساويين، فالاختلاف راح يكون بالتقريبي بسيط جدا، و يعني ممكن نقول أن يتساوون، وهذا and this does not affect the interpretation of result وهذا لا يؤثر على تفسير النتائج. نعم طبعا خلصت هذه التمارين واتمنى أستاذ. نعم استاذ بلز احنا عندنا هنا هذا قلت بما انه عندنا عدد تسوي شيء الوسيط نقدر ناخذ يعني الرقمين بالوسط وما طلعهم دي 5 صح إيه. تمام يعني حتى ليش لا ندوق بذاك القانون وطلع اكس بالضبط راسا يعني راسا تجي تعد الرقمين الوسطيات قسمين على اثنين خلاص طبعا 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 شكرا شكرا هلا عندي الان صفحه 84 some other measures for describing data بلا زحمه قبل ما تبدي بالنسبه للبارحه كان عندنا اجتماع يعني الاسبوع الجاي ماكو محاضرات والله نشوف يعني انا هم اتبلغ ايه تمام يا استاذ ان شاء الله يبلغوكم بس انا على مود انه لان درجات الفصل الثاني تعتمد على الكويزات والتقارير بما ان احنا ما عندنا تقارير على الاحصاء بس هنا يعني اذا تنطينا مثلا سؤال كويس حتى نحل لك اياه يعتبر درجه في الفصل الثاني والله ان شاء الله ان شاء الله وهم متاكد من دكتور استاذ بشار some other measures for describing data بعض المقاييس الاخرى لوصف البيانات. طبعا تذكرون نحن سابقا تكلمنا عن الالتواء وحكينا عن الالتواء التواء سالب والتواء موجب، فالان نحسب ايش قد كل التواء ايش قد كل التواء يعني نفرض انت لو عندك بيانات يعني انت مهنتك مخدر تشتغل في مستشفى معين وزميلك اخر ايضا مخدر يشتغل في مستشفى اخرى ومسجل طبعا تعرف يعني نتيجه التخدير ايش قد راح ياخذ وقت الانسان المريض راح يدخل في مثلا غيبوبه او يعني تحت تاثير المخدر ايش قد ياخذ وقت حتى يعني يرجع الى وعيه وتحسب ازمنه عندك فترات معينه لعدد من المرضى. فممكن ايضا تحسب ايش قد الاختلاف بين البيانات مالتك وبين البيانات مثلا مال زميلك او مثلا في على دواء مخدر دواء قديم ومخدر جديد ايضا تحسب ايش قد الالتواء حتى مثلا اذا كان الالتواء عالي طبعا الالتواء هو معناته يعني فقد شيء قد يمثل خطا بالبيانات. فبس راح اقرا هذه طبعا يعني نحن دائما نقول نحن نفهم التعريف وحتى نقدر نستخدم هذا التعريف في تطبيق على بيانات مأخوذة من حقل أو تجربة إلى آخره. Some frequency curves بعض المنحنيات التكرارية لتوزيع البيانات distribution of data have the bell shape. bell إيش معناته؟ معناته جرس شكل الجرس يعني الجرس هو عبارة لاحظ هذا الرسم هذا هو منحني تكراري توزيع منحني التوزيع التكراري لاحظ يشبه الجرس have the bell shape bell معناته جرس وشيب شكل إذا كان يعني إذا كان متماثل لاحظ مثل هذا الرسم الآن هذا المحور بالوسط إذا تخلي مرآة وانت تنظر من جهه اليمين فراح اشوف جهه اليسار بالمرآة هي نفسها بجهه اليسار فهذا يسمونه يعني سيمتريك متماثل
لاحظ هذا بيل شيب اور نورمال ديستريبيوشن. نورمال ديستريبيوشن التوزيع الطبيعي، كل شيء طبيعي موجود في حولنا، يعني من نباتات، من انسان، من اي ظاهره هي سبحان الله انه خلقها بشكل طبيعي تخضع الى هذا التوزيع، الى هذا التوزيع. لاحظ انا دا امشي المؤشر على هذا المنحني، يعني هذا المنحني لو تجي مثلا تاخذ على سبيل المثال مثلا ظاهره الوزن عند الانسان بعد ال 21 سنه، بعد ال 21 سنه النمو يثبت عند يعني عند الانسان البالغ، فيعني مثلا يعني الطول يتوقف. فاذا ناخذ مثلا مجموعه من الاشخاص، مثلا خلينا نقول مثلا ناخذ 150 شخص ونقيس اوزانهم، شوف هذا الحقيقه هذا المحور هو الاكثريه في الحاله الطبيعيه اللي هم قد يجوز وزنهم مثلا بين ال 60 وبين ال 70. هذا نجي هنا بالجهة اليسار، الناس اللي وزنهم قليل، يعني مثلا وزنه واحد 10 كيلوغرامات 20 كيلوغرام وهو عمره مثلا 20 سنة، لاحظ هذه حالات شاذة يعني ما موجود قليل، لاحظ ارتفاع المنحني مثل التكرار، ولاحظ كل ما اتحرك نحو الوسط يرتفع المنحني الى ان يصل الى اعلى شيء اللي هو الأكثرية، يعني حتى يعني ممكن أقول هو المنوال والوسط الحسابي والوسيط. بعدين لما يزيد الوزن مثلا وصلت هنا 80، وصلت هنا مثلا 90، مثلا 120، لاحظ قليلين راح يكون عددهم، مثلا 150 هنا، مثلا 200 كيلوغرام، كم واحد وزنه 200 كيلوغرام؟ قد يجوز يعني ماكو، أو مثلا واحد اثنين، أيضا هذه تعتبر مثلا حالة شاذة. خذ حالة مثلا الأطوال أو حالة الذكاء، الذكاء عند الإنسان، مثلا طلاب الجامعة، طلاب جامعة مثلا في 300 طالب تشوف أنه القابلية الذكاء عندهم اللي قابلية قليلة كلش، يعني هم خلال لاحظ الارتفاع بعدين يزيد 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 إلى أن يصل الأكثرية. هاي الأكثرية هنا يعني بحدود مثلا حسب IQ test يعني intelligence quotient حاصل الذكاء، خلينا نقول مثلا 150 درجة، بس من يزيد شوف النوابغ يكون عددهم قليل، وهنا هنا مثلا هنا العلماء، شوف المؤشر يعني هذا هاي حالة هم طبيعية. خذ الأطوال، أي شيء، الألوان، يعني أي شيء تأخذه من الطبيعة يخضع إلى هذا المنحني، منحني التوزيع الطبيعي. طبعا هذا المنحني وجدوا حقيقة يعني أكثر من عالم ساهموا في هذا المنحني، عالم ألماني هو غاوس، وعالم فرنسي ديموفير، وآخرين إلى الآن وضعوا معادلة هذا المنحني. وإن شاء الله إذا رح نأخذ موضوع البروبابيليتي الاحتمالية رح نجي على ندرس هذا المنحني بشكل بالتفصيل. الآن أرجع إلى هذا السطر الثالث، the frequency curve، المنحني التكراري of normal distribution، توزيع الطبيعي، يعني تعرفون توزيع البيانات الطبيعية هو منحني بهذه الصورة، is symmetric يعني متناظر متماثل. This means هذا يعني that the right and left of the distribution، أن الجهة اليمنى والجهة اليسرى of the distribution are perfect mirror image of one another، أن الجهة اليمنى والجهة اليسرى للتوزيع هي مرآة مضبوطة، يعني صور مرآة دقيقة لكل من الآخر، of one another as shown in the figure، كما هو واضح مبين بالشكل. لاحظ يعني الآن أنا إذا أخلي إيدي على هذا المحور من جهة اليسار، فجهة اليمين هي صورة مرآة، جهة اليسار هي صورة مرآة لجهة اليمين، وجهة اليمين هي صورة مرآة لجهة اليسار. هذا هو لاحظ frequency curve of normal distribution. إذا نخرج عن هذه الحالة، عن الحالة الطبيعية لهذا المنحني،
راح يصير عندنا حالة الالتواء السكيونس، أنه حالة غير طبيعية. هاي الحالة الغير طبيعية أشو نوجدها، أشقد مقدارها، هل هي عالية أم قليلة بالبيانات؟ شوف not every distribution، طبعا بالحالة العملية ليس كل توزيع of data is symmetric. Not every distribution of data is symmetric. يعني هاي حالة نادرة، يعني بس خلينا نقول ممكن أن نقول يعني بالحالة النظرية. طبيعي مثلا وزن الإنسان قلنا يخضع إلى التوزيع الطبيعي، بس أنت لما تيجي تأخذ مثلا 100 شخص، مثلا 100 طالب أو 200 طالب، هذه عينة، هاي عينة لا تعطيك جميع القيم فتخسر معلومات. بس مثلا لو تيجي تأخذ الطلبة في كل أنحاء العراق، وهم راح يطلع اكو اختلاف، لانه الطلبه اكو طلبه في مثلا في سوريا، اكو طلبه في مصر، اكو طلبه في الاردن. فبشكل عام الانسان على الكره الارضيه بالضبط هو منحني تكراري طبيعي، نورمال فريكونسي ديستريبيوشن. زين الان لاحظ سيت اوف داتا، مجموعات من البيانات ذات ار نوت سيمتريك ار سيد تو بي اسيمتريك، غير متماثلة. symmetric متماثل، إذا not symmetric باللغة الإنجليزية، إذا نقول not symmetric ليس متناظر أو ليس متماثل، معناته نقول نخلي أي asymmetric يعني غير متماثل، غير asymmetric غير متماثل. This the measures المقياس the measure of how symmetric distribution is called سكيونس، مقياس كم هو كيفية توزيع اسيمتريك غير متماثل يسمى السكيونس. يعني ما هو مقدار أو كيفية عدم تماثل التوزيع، هو يسميه سكيونس الالتواء، سكيونس ميجر مقياس الالتواء. شوف the mean the median and mode، هذه تذكرون أخذناها الوسط الحسابي، مين arithmetic mean، الميديان الوسيط، المنوال المود، are all measure هي مقاييس تذكرون of center central tendency، مقاييس النزعة المركزية أو المركز of a set of data. يعني أنت إذا عندك بيانات وتيجي ترسم مثلا المنحني التكراري مالتهم، إذا لاحظ هوني هذا المنحني بالوسط، إيه هذا هون يقع الوسط الحسابي والوسيط والمنوال، تذكرون كانت قيم متقاربة مع بعضها، قيم متقاربة، فلأنه حتى كان سميناها مقاييس النزعة المركزية measure of central tendency. فهذه المقاييس، إذا نجي على the skewness of the data can be determined، مقياس أو التواء البيانات ممكن نوجده by how these quantities، كيف هذه الكميات اللي هي المين الميديان المود، هذه الكميات كيف لها يعني مع شنو العلاقه بيناتهم، are related، كيف تكون علاقه واحد مع الاخر، how these quantities are related to one another. The skewness is denoted by alpha، هذه alpha يعني حرف حقيقة أو ريقي، فرمز بس مجرد رمز نسميها ألفا ونحسبها and is computed by the formula، ونحسب الالتواء هذا إما نسميه معامل التواء أو التواء يساوي 3 في الوسط الحسابي مين ناقص ميديان على الستاندرد ديفيشن. الستاندرد ديفيشن شنو هو؟ هو الانحراف المعياري، وتتذكرون كان أخذنا شلون نحسب الانحراف المعياري، لاحظ 3 في اكس بار ناقص ام اي الميديان على الانحراف المعياري، هذه هي صيغه معامل الالتواء او الالتواء. اي بيانات عندك تقدر تعرف اشقد بها التواء بواسطه هذا القانون. لاحظ حيث ان اكس بار از اريثمتيك مين الوسط الحسابي، ام اي از ذا ميديان اند اس ستاندرد ديفيشن، وتتذكرون الاكس بار يساوي سميشن اكس اي على ان، مجموع القيم على عددها قيمة إكس بار، الميديان
هي اكس ان زائد 1 على 2 اذا كانت ان از اود، وام اي تساوي اكس ان على 2 زائد اكس ان على 2 زائد 1 على 2 الكل اف ان از ايفن اذا كان عدد زوجي، والاس هو الجذر التربيعي للتباين، وقانون التباين تذكرون سميشن اكس اي سكوير ناقص ان اكس بار سكوير على ان ناقص 1. طبعا هذه قوانين في حالة البيانات غير المجمعة، وتذكرون نحن كنا أيضا أخذنا هذه القوانين إذا كانت البيانات غير يعني البيانات مجمعة إذا كانت في جدول توزيع تكراري. إذا كانت في جدول توزيع تكراري نأخذ مراكز الفئات summation yi fi على n yi are midpoints. نعم. بس إذا ماكو زحمة على كيفك شوية بالشرح يعني فقد مرة سريعة تمشي. إيه والله بور الوقت لا يدركنا. استاذ احنا بلشنا من قبل وقت المحاضرة على مود لا نمشي سريع، وهسه فقد مرة سريع الشرح. يلا 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 اكس بار يساوي خلص وقت المحاضرة. اسع بس اخليها خلص هاي الصفحة وهذا هو. بعد باقي 3 دقائق واي اي ار هذا القانون تذكرون اكس بار في حالة البيانات المبوبة واي اي ار ميد بوينت اند اف اي the corresponding frequencies تذكرون التكرار الفئات اللي قابلها نطلع مراكز الفئات والتكرار موجود عندنا وان تساوي summation اف اي طبعا هذا اكس بار الوسيط يساوي تذكرون اي الحد الادنى لفئه الوسيط كل هذا القانون راح نستخدم ها كل هذا القوانين راح نستخدمها هذه هذا دحق حتى تحسب الالتواء لازم تحسب الوسط الحسابي والوسيط والانحراف المعياري فهاي القوانين هاي فوق الثلاثه هي في حاله البيانات الوسط والوسيط عرفناه الانحراف يا هو قانونه هسه اجيك هذا هو الوسيط الانحراف المعياري هذا S يساوي جذر التربيعي summation yi تربيع fi ناقص n x بار تربيع على n ناقص 1 هاي سابقا كلها سابقا اخذناها لاحظ طبعا هون اكو قانون يعني لحساب يجينا هيك سؤال يجينا هيك سؤال دكتور يعني اجمع كل قوانين اخي اسعد انت لا تفكر بالامتحان والله دكتور نفكر بالامتحان احنا لا تفكر بالامتحان هسه انت افتهم المحاضره وكل شيء يصير عليك بسيط اذا افتهمت المحاضره كل شيء بسيط ايضا قبل هوال على اساس هاي المساله صعبه شلون ابراهيم استاذ والله العظيم هاي مال تحت الجذر حولة عيوني بعد ما افتهم كل شيء اسع دقيقه also الفا كان بي كالكوليتد فروم ذا فورمولا الفا يساوي لاحظنا هذا قانون ايضا قانون ثاني يعني يمكن نحسب بهذا القانون هاي النجمه هذا القانون حساب الالتواء او هذا القانون ايضا لحساب الالتواء لاحظ كيو 1 هو الربيع الاول ناقص 2 Q2 اللي هو الوسيط او الربيع الثاني زائدا Q3 الربيع الثالث على Q3 ناقص Q1 هذا it is called quartile skewness وايضا هذا الحقيقه هو ايضا يحسب السكيونس بس يسمونه التواء الربيعي الالتواء الربيعي بس نحن عاده انا راح استخدم إيه هذا القانون العلوي اعلى الفا 3 قوس مين ناقص ميديان اكس بار ناقص مي على انحراف المعياري هسه نجي على الصفحه الاخيره هوني لاحظ كوارتايل دكتور اصبر يرحم والدك ايه دكتور ما يحتاج تشرح انا اصلا ما اعرفهم والله ما يحتاج تشرح والله شوف بس انتبه بس لا بس دكتور القانون دكتور بس السلايد قبله دكتور بس السلايد قبل القانون الاول من وين اجى؟ ايش منو؟ هلا؟ القانون الاول من وين اجى؟ الالفا ايه الفا ايه 3 قوس اكس بار ناقص ميديان على اس هذا من وين اجى دكتور؟ هذا نتيجه عمليه رياضيه تريد العمليه الرياضيه اعطيك اياها لانه انت ما هذا انت ماذا تقولون انا ما نفهمه فكيف العمليه الرياضيه فراسا انا اعطيك مو جاهز 3 اكس بار ناقص ام اي على اس واضح؟ اسعته ترى يعني هو الفا هو الفا شيء مثل على صفحه 86 نوت اون الفا الفا شيء مثل الالفا شيء مثل دكتور هو معامل الالتواء مقدار الالتواء هسه راح يجينا سؤال حقيقه شلون نحسب الالتواء
واضح؟ لحظة زين دكتور، هذا مطلوب من عندنا. شو ما مطلوب؟ يا اخي دكتور طويل هذا يا اخي، انت فهم فهم القانون وبعدين روح بالبيت تدرس المحاضرة وطبقها. هسه لاحظ، اذا اكس بار يساوي ام اي، الفا يساوي صفر، معناته ماكو التواء، المنحني متماثل. يعني لاحظ if alpha equals zero and this means that the frequency distribution curve is symmetric، يعني توزيع طبيعي. إذا كان الوسط الحسابي يساوي الميديان، لأنه بالقانون قلنا 3 في قوس X bar ناقص ME، إذا X bar يساوي ME في البسط صفر والنتيجة راح تكون صفر. إذا X bar أكبر من ME فألفا راح يكون أكبر من الصفر، هذا معناته التواء إلى جهة اليمين. إذا كان X bar أكبر من ME فهذا معناته the frequency curve is skewed، ملتوي إلى جهة اليمين to the right. وإذا X bar أقل من ME then alpha less than zero this means that the frequency curve is skewed to the left، يعني ملتوي إلى اليسار. وسابقا إذا ترجعون محاضرات سابقة، نحن قبل ما أخذنا حسابه كان أشرت لكم أنه البيانات منحني يكون ملتوي نحو اليمين ونحو اليسار، وهذه الحقيقة فقط صفات جدا مهمة في بيانات المنحني التكراري. نعم، لاحظ هوني عندك هذا منحني متماثل، الفا يساوي صفر، يشبه التوزيع الطبيعي، متماثل، لاحظ يمين ويسار، بينما هذا لاحظ هوني التواء نحو جهة اليمين، الالتواء موجب. لاحظ الفا أكبر من الصفر، إيش معنى الفا أكبر من الصفر؟ يعني إكس بار أكبر من لاحظ المين وين موقعه، لاحظ هذا هوني موقعه المين، مسقطه هاي المين هوني، هوني الميديان الوسيط، وهوني المنوال، هذا نحو اليمين. هوني الفا اذا كان ليس اذا كان سالب معناته التواء نحو جهه اليسار، لاحظ له ذيل طويل من جهه اليسار، فهذا هوني كيرف سكيود تو ذا ليفت، يعني المنحني مائل الى اليسار، معناته نيجاتيف سكيونس، نيجاتيف سكيونس تعني التواء سالب. هوني كيرف سكيود تو ذا رايت معناته بوزيتيف سكيونس. وسيمتري كيرف لاحظ هوني متماثل لانه المين يساوي الميديان. لاحظ هوني هذا الاكزامبل ذا ايج اوف 8 رينال بيشنتس، اعمار مرضى 8 مرضى بالكلى، رينال معناته امراض بالكلى كلوي، هذه اعمار مرضى. وهني قول كالكوليت ذا سكيونس باي فورمولا 1 نجمه ونجمتين. فلاحظ هوني الحقيقة هذه ثلاثة اكس بار، هذا القانون اكس بار.